وينضم إلينا من القاهرة محمد الحرثي خبير التكنولوجيا والمعلومات. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وبداية مع كل التطورات التي نشهدها والتطور في الذكاء الاصطناعي، هل يمكننا الحديث عن تقييد استخدام الإنترنت؟ في البداية بشكر حضرتك للاستضافة الكريمة وخالص التهنئة بشهر رمضان الكريم لمشاهدينك الكرام. حقيقة يمكن في البداية يمكن الصين هي من نموذج من النماذج اللي بتتبع السياسة المنغلقة في الانفتاح على استخدام يمكن بعض التطبيقات ويعني بعض المنصات زي منصات التواصل الاجتماعي والوصول دي يعني بعض المنصات الرقمية خارج النطاق الصيني، ويمكن اللي بتتبع نفس النموذج يمكن كوريا ودولة روسيا بشكل جزئي. والحقيقة الصين خلال فترات سابقة يعني كانت بتحفز في تطوير بعض التطبيقات والمنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وحتى في إطار يمكن الألعاب الإلكترونية هي بتستحوذ على جزء كبير جدا من صناعة الألعاب الإلكترونية، ولكن هي طبعا رقم واحد على مستوى العالم الولايات المتحدة الأمريكية. ما زالت الصين يعني بتنتهج نفس النهج في سياسات الانغلاق وعدم سماح للمستخدمين من داخل النطاق الصيني إلى الوصول إلى كثير من التطبيقات والمنصات الرقمية، في حين أن كثير من المستخدمين يعني الحقيقة بيقدروا يوصلوا لبعض المنصات والتطبيقات المحظورة باستخدام طرق مثل استخدام الشبكات الافتراضية وخلافها، ولكن الصين دائما تطارد يعني وتحاول أن تزيد الأمر الوصول أو تصعب الحقيقة أمر الوصول للتطبيقات أو المنصات خارج النطاق الصيني بشكل كبير. هذا التقييد هل يحد من أرباح شركات التكنولوجيا برأيك؟ بشكل كبير، لأن الحقيقة يمكن الشعب الصيني ويمكن كل من ذهب إلى الصين يجد أن كثير من المستخدمين بيقدروا أن هم الحقيقة يوصلوا إلى مثلا منصات التواصل الاجتماعي، محتاجين الحقيقة أن هم يطلعوا على تجارب أخرى لبعض التطبيقات، وحتى في نماذج مثلا صناعة الألعاب الإلكترونية للتنافسية. وجزء كبير جدا من الصناعة الرقمية نحن نطلع على ما يتم صناعته أو ما يتم تقديمه أو ما يتم تطويره خارج النطاق، فبالتالي كثير من الشركات الحقيقة هي بتعترض على جزء التقييد. ولكن خليني أوضح لحضرتك أن النطاق الصيني بيتبع سياسة كل ما هو يحفز الإنتاج، فبالتالي حتى وفقا للتقرير يعني قبل المداخلة وضح أن تخفيض عدد ساعات الوصول لبعض حتى الألعاب الإلكترونية وبعض المنصات في خلاف في يمكن الوصول لها فقط في العطلات الأسبوعية، وده في السياسة اللي بتتبعها الصين لكل ما هو يشتت الشعب الصيني أو اللي يشتت الحقيقة كل من هم داخل النطاق الصيني في الإنتاج. يعني دولة الصين دولة منتجة، دولة صناعية، فبالتالي كل ما هو يعطل فكرة حتى الإدمان على المنصات الرقمية والإدمان على الألعاب الإلكترونية، فبالتالي هي بدأت أنها تفرض الحقيقة لوائح وتقييدات كثيرة جدا، ولكن تكبدت أو كبدت الحقيقة كثير من الشركات المنتجة والمطورة خسائر كبيرة جدا، مثل النموذج الخاص بتقييد الألعاب الإلكترونية. يبدو أنه الصين تتجه للاعتماد كليا على يعني منتجاتها الإلكترونية الخاصة، وربما عدم الاعتماد على الإطلاق على التطبيقات الخارجية. إلى أي مدى استطاعت الصين تحقيق هذا بالفعل؟ هي قدرت خلال السنوات الفائتة، هي كمان ونموذج روسي الحقيقة، نموذج روسي يعني من 5 سنوات حتى يعني في بعض التصريحات أن لولا الاعتماد على توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات حتى في نموذج روسي، يعني لولا لما استطاعوا أن هم الحقيقة الدخول في الحرب الجارية الآن، روسيا بدأت تعتمد الحقيقة بنسبة كبيرة جدا تعدت 80% من الاعتماد على التطوير المحلي والتصنيع الرقمي المحلي. الصين هكذا اتبعت الحقيقة التطوير والبحث والتطوير والإنتاج الحقيقة
المنتجات الرقميه المحليه بشكل داخلي جدا، وده وفقا حتى للتهديدات الخاصه بيه، او يعني بنقول الشد والجذب ما بين الولايات المتحده الامريكيه اللي هي ما زالت بتستحوذ حتى الكثير او كبرى يعني الشركات العالميه هي كائنه في الولايات المتحده الامريكيه. فبالتالي النموذج الصيني وحتى مثلها النموذج الروسي والكوري ان هم بيعتمدوا على فكره الاعتماد على التقنيات المحليه، البحث والتطوير، تقنيات الذكاء الاصطناعي، لان احنا دايما بنقول ان الدول تتنافس حاليا على من يمتلك القوة في البحث والتطوير وآليات خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. فالصين حقيقة كانت سابقة في هذا النطاق، والحقيقة طورت خلال الفترات السابقة كثير من التقنيات وكثير من الخوارزميات يمكن بتختص بها الصين فيما يخص الذكاء الاصطناعي. لو هدي مثال حضرتك، صناعة الألعاب الإلكترونية الولايات المتحدة الأمريكية هي رقم واحد، ولكن هناك من الألعاب الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية بتعتمد على التطوير والمبرمجين في التقنيات الخاصة بصناعة الألعاب الإلكترونية من داخل الصين. وده الحقيقة اللي احنا قلنا ان السوق الصيني هو سوق مصدر للتقنيات للمنتجات الرقمية، فبالتالي التقييدات الحقيقة في ظل هذه التقييد والمعايير اللي بتفرضها دولة الصين، فما زالت كثير من الدول تعتمد على المنتج الصيني بشكل كبير، ما ينتج عن التطوير والبحث اللي بيتم داخل النطاق الصيني. وخليني أقول لحضرتك أن الأرقام، مثلا الصين حقيقة في 10 مليار دولار يمكن عائدات من الألعاب الإلكترونية في النصف الأخير من 2023، 154 مليون مستخدم ناشط شهريا للألعاب الإلكترونية، و500 ألف من العاملين في نطاق صناعة الألعاب الإلكترونية أو في إطار يعني الرياضات الخاصة بالألعاب الإلكترونية. عندما كان يتحدث الناس في السابق عن الإنترنت وكيف أنه وحد العالم، يبدو الآن أنه اتجاه الدول خاصة الكبرى لأن تكون لها منصاتها الخاصة ربما يحدث حالة انقسام، وهو ما كان يختلف تماما عن الفلسفة التي بدأنا بها مع عصر الإنترنت. كيف تنظر للمستقبل من هذه النقطة؟ يعني خليني أقول لحضرتك رأيي الحقيقة وتحليلي لهذا الأمر، أن في ظل النزاعات والحقيقة يعني الأزمات اللي احنا بنشاهدها على مستوى العالم، والحقيقة أن الدول فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات، يعني تكنولوجيا المعلومات والتطوير والبحث في هذا النطاق ويعتبر أمن قومي للدول، فكرة كمان استغلال، شفنا استغلال كثير من المنصات الرقمية ويمكن منصات التواصل الاجتماعي في إحداث بعض البلبلة الداخلية في شؤون بعض الدول. فبالتالي الدول الحقيقة انتهجت أنها تبدأ تطور وتعتمد على التقنيات الخاصة بها، حتى لا تعتمد على تقنيات بعض الدول المحتكرة هذا النطاق، فبالتالي يضعف الحقيقة أمنها القومي. فبالتالي الدول بدأت تتبع، حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحتكر جزء الحقيقة من التقنيات الخاصة بها ولا تفصح عنها للدول الأخرى. فبالتالي من حق كل دولة أنها تحتفظ بقدراتها التكنولوجية والتقنية في هذا الصدد. فكرة الحقيقة اتصال العالم ببعضه من خلال شبكة الإنترنت، الفضاء الإلكتروني موجود وشبكة الإنترنت موجودة، ولكن بنقول هنا وهدي حضرتك مثال أن قطاع الاتصال مثلا عبر أو المستخدمين ينقطع الاتصال عن طريق بعض التطبيقات، منصات التواصل الاجتماعي أو التراسل المباشر، زي ما احنا شفنا شركة ميتا تعاني من بعض الأعطال كثيرا. فبالتالي كل دولة من حقها أنها تحتفظ بقدراتها التكنولوجية ومنصات الخاصة بها لإبقاء مستخدمينها على علم ومعرفة داخليا. فبالتالي دي سياسات ترجع لها بعض الدول، في حين أن هناك تطبيقات عالمية يستخدمها الدول والمستخدمين. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ محمد الحارثي خبير تكنولوجيا المعلومات.